السلام عليكم دور ربي، ان شاء الله معكم رمزي زنقة كريزي. شكون فيكم يتفكر اشتاق ديرو الهدا؟ نسيتوها، هاي نعود نفكروكم. انا رمزي زنقة كريزي، نحب بلادي، نموت عليها، ومشجع فريق الوطني. ولاد الخضره دائما معاهم، على من نحبوا دائما مرفوع، وماشي غير انا، كاع لي زالجيريان. بالك حنا كنا السبب في تحفيز ولاد الخضره. هاد الرساله لكاع لي زالجيريان داخل او خارج الوطن. ديروا فيديو في بروفيل تاعكم رساله الفريق الوطني، اشتاق ديروا الهدا، وانا ان شاء الله يا ربي نوصل هاد الميساج لي جوار ويشوفوها كاع، وان شاء الله الثانيه في مصر. جي لونسي اشتاق ديروا الهدا، ألف جزائريين داروا فيديوهات في انستغرام كلهم يشجعوا الفريق الوطني. انا نموت على ليكيب ناسيونال تاعنا. هاشتاغ ديروا الهدا، هذه تحيه بزاف كبيره لهشام بوداوي اللاعب الخطير الجديد. حاب نحييك، بون كوراج، كيب جوين مان. يا خضرا في حال معكم يا لي جوار، ديروا الهدا، جيبوا كوطافي دوزيام، تفاح كامل البلاد سكا في العاديه. هيا ديروا الهدا، تكونوا كوطافي دوزيام. كلهم في فنكم كيما فنكتونا، كملوا الهدا. وبالخاصة المدرب جمال بالماضي ليكون فريق متحد ومنسجم، ومع النتائج اللي شفناهم فرحنا ورجعنا الامل، ولينا نحوسوا على النجمة الثانية بعد 29 سنة. شعل يوريد لاكو بدا فريق، شعل يوريد لاكو بدا فريق. ليكيب ناسيونال تعيش وديروا الحدا، هاد العام عامنا ان شاء الله يا ربي. كاين 40 مليون سيبورتور راهي موراكم. لي جوار نقول لهم ربي يوفقكم، كونوا سودي يد في اليد، خاطر الجزائر على موحد. والله ما كنا دايرين حساب بلي تولي عندنا ايكيب هكذا، ولا غير فريمون رجعتوا لنا الروح يعني. بالماضي بارك الله فيك، درتينا واحد كاريزما جديده في ليكيب ناسيونال. واش حبيت نقول لك، بار الشعب راه راضي عليك وربي يوفقك. اون فيغ دو فو، برافو برافو برافو. ولادنا كاع ان شاء الله يربحوا، وان شاء الله ربي العالم دائما فوق العالم. وتحيه للجزائر وربي يطمن عليكم. كامل رجعوا يقولوا ديروا الهدا، ديروا الهدا يا ولاد الخضرة. حتى السفير بريطانيا العظمى باري لوان كتب في تويتر تاعو: أتمنى أحسن حظ لفريق الجزائري ألفينك اليوم، أشتاق ديروا الهدا. وقالي زالجيريان رام يقولوا لكم: يا ولادي ديروا الهدا، والشعب كاع راه معكم. ديروا الهدا وحنا معكم، ديروا الهدا وحنا معكم. ندير الهدا إن شاء الله، انتم ديروا الهدا. أشتاق يا لي جون، ما نديرو لكمش لابريسيون، حنا رانا راضيين عليكم، كملوا كيما راكم، ولي جات مرحبا بها. انا نقول لكم فيها خير، وهاد العام عامنا ونديروا الهدا. هاد الفيديو شافوها لي جوار، والحمد لله انا وفيت بوعدي. كاع لي زالجيريان اللي داروا هاد الميساج الحق لي جوار، وبالماضي قال لي خليها حتى يومين قبل لا فينال، وهذاك هو الصح، ورفدناها وربحنا. وما ننساوش كاع الذكريات تاع 2019، وان شاء الله هاد العام نعاودوها. وكيفاش نعاودوها؟ دوك نكملوا. الحمد لله يا ربي، كنا فعل الخير وهذاك هو الصح، ديناها وفرحنا. ونشوف اني نقول لكم عندي واحد لي سوفونير بزاف شابين، وراح نبارطاجيهم معكم. كاين حكايات اللي جامي ما حكيتهم، راح نبارطاجيهم معكم في هاشتاغ نعاودوا الهدا. هذا هو الصح، واش راني حاب ندير هاشتاغ نعاودوا الهدا ايميسيون، راني حاب نديرها ومش راح نكون وحديا. دوك نعطي لكم سيربريز راح تكون معايا. المهم لو ميساج تاع الصح، سيكون نتوما شعب جزائري راك تبعتوا لي لي ميساج تاعكم هاشتاغ نعاودوا الهدا، لان حيشوفوها لي جوار ديالنا حنا. هذا هو الصح، حابين نطلعوا لهم المورال، نكونوا معاهم اون لي سوتيان. رانا معاكم الا في الا مور، وان شاء الله فيها خير. والثالثه واذا ما حقروناش، هذا هو الصح. المهم ليميسيون هذه راكم تشاركوا معنا، ومعليش انا نقول لكم انا حاجه شابه، ماشي راح نكون وحدي، راح نعطي لكم لا تاكتيك. انا راح نكون في لاطاك، راح نكون مقدم الحصه، راك تشوفوها دائما لا في تاع الماتش ومور الماتش نحكوا عليها. مي عندي سيرفريز، اول سيرفريز راح تكون معايا القائد الحصه، نقول لك هذا هو الكابيتان معنا. شكون؟ فودي الضب. الله يبارك، الملقب ب كبسولة. هذا هو كبسولة خوتي، غران جوار، انسان كان معروف، لاعب ولعبت كاع. لعبت مولود ديال الجياس، كان لعبت في النهد، لعبت في لازمو، لعبت في لعبت. معناتها فريق الوطني خوتي، هذا هو. المهم جامي ملعب في ليكيب ناسيونال؟ سي لعبت. لعبت على بالي. انا بلعاني نهضر هكذا باسكو كاين الناس ما يعرفوش. كاين كاين ديجا صغار. لعبت تيتيلر كيما الاخر، كانوا عندنا لي زافونسون شويه واعرين. كان تصوت مسيطر على الحصه ديالك. شفت كيفاش؟ عبد الحفيظ. الله يبارك خويا. كان هداف الفريق الوطني، ومن جا اسلام سليماني. الحمد لله. راهو لاباس.
وعندنا دو بيتر دي ليغ ناسيونال بير من الجزائري يعني تسمى شو لعبوا الشامبيونات تاع الجزائر فهمت لي دو مير بيتر الله يبارك الحمد لله ميم بورحلي كان هذاك الوقت كان ايه بورحلي كيشوف كاين بورحلي كاين حاج عدلان كاين بزاف اللي جازوا رحموني كاين علي موسى الجيل الذهبي قسما بالله غير الجيل الذهبي المهم دوكا نحن نقول لكم معنا فضيل ضوب اتاكوم معروف انسان يعرف بالون وحاجه شابه فيه تقول سبونطاني ضربه كيري كيري وزيد كاين الحاجه المليحه كاع هاد لي ميسيون فيها رمزي نموت عليه هو الجروب تاعو هو زانكا كومبلي كاع نحبهم ربي يحفظك خويا ميرسي بوك على بالي ميرسي بوك خويا وان شاء الله نديرو ايميسيون بزاف شابه حاجه شابه تشرف بالمعرفه ديالو عرض بيا المهم ليك ان شاء الله راح نكونوا بزاف انتيك وعلاش عندنا دركا لا تاكتيك تاعنا وشنو هي لازمنا ميليو اوفنسيف ميليو اوفنسيف شكون هو معنا عثمان ديزاد تما هذا البوست الواعر قاعد يتولوا لي اخو باسكو علاش عثمان ديزاد عنده الحصري انسان يعرف كل شيء يجيب لنا واحد العفايس الله يبارك ماشي صحافي مي يحب المهنه ويتقن المهنه الله يبارك يحب يولي صحافي وبالك يفوت صحافي يا خويا علاش الله يبارك تما هذا هو العشره ديالنا الله يبارك خويا هذا يا يعطينا كل شيء باذن الله وبعد مول مليو فرونسيف يجي مليو ديفونسيف الله يبارك واش عندنا اخويا ما على باليش دوك انايا رانا حنا رانا في فرنسا حنا رانا في فرنسا عثمان في مارسي توجور وانا زلنا في فرنسا وحنايا كوب دافريك لازمنا عباد يكونوا في لافريك عندنا زوج راهم وين في كوت ديفوار الله يبارك نعطيك الاولاني زازا فيلو بال فيلو زازا انسان ما شاء الله كان صحافي بكري ومن بعد جاتو في راسه قال باذن الله باذن الله نحبط من الجزائر نعطي لو تور تاع لافريك بال فيلو الور لو تور تاعو راح يكون من الجزائر العاصمه ويحبط يحبط يحبط حتى لافريك دي سود ومن بعد يطلع حتى المكة هذا هو لوبجيكتيف تاعو هو كان حابط الحق قريب للمليار كاع قلت عمات يا حم ولدك اسكو تقدر تعاود تولي تروح للكوت ديفوار قال لي نروح ونتبع لك الناسيونال ونجيب لكم واش كاين تماك حاجه دوزيام شكون اللي كانوا معاه راح يكونوا معاه كاسواس قاسم وايستر ايستر هذه ايطاليانيه تحب الجيري مزوجه بواحد تاعنا من الغواط قاسم الله يبارك انسان يتكلم اللغه الايطاليانيه الاسبانيوليه الانجليزيه الفرنسيه اللغه العربيه يتقنها عندو لي لونغ ما شاء الله هكذا يا يديروا لي فلوغ تاعهم ويبعثوا لنا ومعروفين هما كانوا يدوروا معاك هذه الله يرحمه السيبورتور اللي كان يحب بزاف لالجيري ويديبلاسي هو مع جماعه باريكو كدا ترومبات قدامنا المهم ايكيب شابه راح يعطونا الاجواء لما حين يكونوا تماك وعندهم حاجه مليحه عندهم كيدي باسيون يا هذيك هي وشنو هي هذيك هي كريديتاسيون عندهم يقدروا هذيك الباج هذاك باش يقدروا يدخلوا تير يشوفوا باج يقولوا كريديتاسيون هذه ما عرفتها هذه يا دومي مومبات ما نعرفها دومي مومبات دومي مومبات عرفت شويه بس لا لا ما انت مومبات ما شغل تعلمت على الصغر قبل ما ترقد شويه بات مومبات هذه الحمد لله الحمد لله ندعو الرب ان شاء الله يجيبوا لنا كاع واش صاري تماك يحكوا لنا على كوت ديفوار واش صاري شحال غاليه ماشي غاليه الاجواء الرطوبه الحراره تعرف الحراره والرطوبه نعرفها تاع سدان في اخر المهم رانا هنايا حنا بوليك ناسيونال لازم نضحكوا الناس والناس يتبعونا حاجه شابه واش درت هنايا خليت لا ديفونس ليمن لمن الجيري الشعب خويا البوبل راه معنا انتوما يا خاوتي ابعثوا لنا لي ميساج اللي راح يكونوا بور ليكيب ناسيونال لازم انتوما تبعثوا لنا جميع واحد عنده حاجه شابه بوزيتيف يعطينا عقليه ولا نبوستيوه عندنا والناس يشوفوه والحمد لله وان شاء الله نطلعوا المورال ورانا مع ليكيب تاعنا الا في لامور وان شاء الله الثالثه ويدا ما حكروناش هذه هي المهم تلمون خاف هاك مقلق على الكارتيا لغه تشبيكات خويا تشبيكات لازم خصتنا وي كاينه انا جبت زوج خويا بالماضي جاب اربعه وعلاش جاب اربعه باش ياخذ الاحتياطات تاعو ايوا كان عندنا شكون الاولاني مونضريه راهو هاي ومبولحي اكسبيريونس وبنبوط جون صغير تعرف به
ايه هذه الدنيا وكش ما يسرى ولا ما يسرى والو ايه الحمد لله يا ربي جبت زوج خويا احنا يا جبنا زوج خويا عندنا مالك عسلة في الاولاني يا حبيبي ايوه وشكون هو مالك عسلة مالك عسلة اللي كان حارس تاع فريق الوطني سرات له الحديثات تاع غولم ايوه وعلاش مرميتهاش للتوش وعلا مرميتهاش للتوش ونجم نقولوا باللي هذيك الضربه شويه حقروه صديقي حقروه شويه عسلة مالك كان مليح في هذيك ليبوك ما شاء الله مالك صاحبي صديقي الله يبارك انسان مربي طيب. هارب في راسه ها ولد عائلة ويعرف كرة القدم والحمد لله راح يكون معنا ان شاء الله راح يقول لنا السلام عليكم راح يورينا بزاف فايس بار اكزومبل واش كان يجوز في داخل الغرف الملابس يجي يحكي لك واش يصرا كاع ايوا اون ا بيزوين هذاك الفوتبول سيلفيسير هذاك هو الصح هو هو الصح ايوا والدوزيام الدوزيام تانيك واعر مالك صاحبك مالك عسلة وانا صاحبي عز الدين دوخة كيف كيف بزو صحابي انا صحابي بين ثلاثة عزدين ومالك ومالك ورمزي عزدين دوخة قانيت راح يكون معنا خويا عزدين دوخة لاعب سابق لفريق الوطني وعنده كاس إفريقيا باطل إفريقيا خويا انا واش نقول لك انا جوست مع هيامات بزاف شابين باسكو عشت معاهم لي جوار وخاصه هو اللي كان بزاف قريب ليا كنت معاهم في اللوكال وكاين بزاف ناس كانوا على بالهم راح نوريكم واحد الحصريات اللي جامي ما حكيت عليهم راح نوريهم لكم نعيشكم في هاشتاغ نعاودوا الهدا المهم احنا الهدف تاع هذه الحصه راك تشوفونا دائما قبل الماتش ومور الماتش نحكو على واش راح يصرى نحكو على واش صرى ايو ميم طون توجور ما نساوش مادا بيا نتوما تعاونونا تبعتونا دي فيديو باش نطلعوا المورال ليكيب ناسيونال باش نساندوهم وهذه هي اللي ربحتنا في 2019 وعلاش ليكيب تاعنا عبالك المورال هو الصح يحبوا الشعب يكي يكون معاهم انا درت لهم هاشتاغ ديروا الهدا وبالك نقولوا كانت سبه حفزتهم شافوا بلي الشعب الجزائري يقولوا لهم ديرونا الهدا ديرونا الهدا ماشي درنا شغل بالسيف جيبونا لاكوب ديرونا الهدا انت يا خاوتي ما نديرولكمش لا بريسيون رانا تاكلين عليكم وان شاء الله الثالثه ويدا 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 ما حقروناش ما حقروناش الو ما تنساوش ابعثوا لنا دي فيديو هاشتاغ نعاودوا الهدا وهكذايا نحطوهم نبارطاجيوهم ودائما تلقاونا وتهلاو في روحكم والله غير نحبوكم سلام تلاقاو مال نتلاقاو وين على باليش انت باي باي نعبد الرحمن حفيه كواليس هذه اللي باه بيتيزي راهو بيتيزي بيتيزي على بالي ما ديرهم والله شوفوا خاوتي كاين بيتيزي قول له بيتيزي والله سمحوا لي كاين بيتيزي باسكو ضحكت بزاف باش درت هذا الفيديو تهلاو في روحكم نتلاقاو غدوه ان شاء الله ادوا ان شاء الله تهلاو سلام ايا باي باي سلام اللي حبنا يسقسي علينا باي باي سلام